لحظة شهد، قبل ما ننزل على المطعم بس دي إليك على شغلة، بس يا ريت ما تزعل. خير شوفي، أنا اليوم جاوزتك ورحت لحالي لعند الصايغ واشتريت الصيغة. صيغة؟ سألتي مو هيك؟ عن جد أنا آسف، بس أنا اختصرت الموضوع، قلت لحالي إذا بدك تروحي معي بس قولي لي هي غالية وهي رخيصة، فجبتها على زوجي. افتحي التابلو، افتحي التابلو. بس هذا ألماس وغالي كتير. ما في شي بيغلى عليك يا حبيبي، انت اطلبي روحي بعطيك اياها. بس انا ما بستاهل. انت اللي بتستاهلي، انا كلمة حبيبي من تمك بتسوى عندي كل رزقتي. يا الله، شو هتشوفي؟ بطني بطني. شوفي خير؟ عم يبلصني كتير. خدني على البيت، خدني على البيت بسرعة. لا شو على البيت؟ بنروح على المشفى. لا لا أنا بعرف شبني، بعرف شبني، ما بدي. شاهد القصة ما بدها عناد، بنروح على المشفى. الله يخليك يا سامي، عم لك بعرف شبني ما بدي. ما لحقنا ناكل شي، كنا بالسيارة وقدر يجع بطنه، ما بعرف شو صار. طيب ما تاخذوها على الدكتور؟ جست فيها مرضية. ما بدها ما بدها، عملي لي بس كاسة بابونج. سامي انت فيك تروح، انا هلا منيحة، بس في بحكيك. متأكدة انه تنقضى بابونج؟ ايه ايه. طيب اذا احتجتي اي شي بتخبريني. ماشي. بدك شي؟ طيب خليك على قيلة تشرب قهوة. خلص ديري بالك عليها، إذا بدكم شي خبريني أكيد. طيب ماشي، يلا باي. الله معك. مع السلامة. فينك تفهميني ليش ما خليتي ياختك على الدكتور؟ لك دكتور شو لك مجنونة؟ أنا كل هالقصة عملتها تمثيلية. شو؟ أنت لهالدرجة ما عاد فيكي تتحملي؟ لا مو هيك، بس لأني زعلت عليه كتير. ليش انتي خبرتي؟ ما صار وقت. لكان شو صار؟ جايب لي محبس وصيغة ألماس بشي مليونين ثلاثة. اف كل هاد؟ مثل ما عم قلك، زعلت عليه وما بدي اكسر بخاطره. طيب وانتي شو قررتي؟ ما بعرف، اليوم بدي ارتاح ولبكرة بيحل الحلال، واللي فيه خير الله يقدمه. طيب شو آخر تبعك يا أنسة شهد؟